طالع من العيادة اليوم، طلع النتائج. نصيب يا سلام، قضاء الله وقدره. عمار، شو ماما؟ إن شاء الله كريم بدكم تخبروا الموضوع علينا. لا تزيديها على الولاد، هو مش مسؤول عن هاي المشكلة. يعني عمار مش حاب يكون له ولد. لازم نلاقي حل. هم متأكدين من النتيجة هلأ، ما بنقدر نعمل شيء. يعني يضلوا هيك؟ يعني بدك تعيش الناس زي ما بدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو سويتي هلأ؟ مين سمح لك تحكي؟ عمار ليش هيك عم تحكي؟ انت بتعرفي النتيجة؟ لا بس شو فرقت أنا ولا فرقت ولا ما فرقت؟ ممنوع كنت تحكي. أنا المشكلة سلام. المشكلة
ليش ما منجرب زرع؟ قالوا ما فيش أمل. نشوف موضوع الاعتضان. خلينا ننام هلا حبيبتي، بنحكي بكره. تعال عندي. سلام، احنا قررنا نجوز عمار. مين احنا؟ عمك وانا وعمار. ما هو انت ما بتقدري تعملي فيه هيك. سلام تركينا لحالي. هو ما بتقدري تحلمي الخلفة.
سلام تعال حبيبتي. خليني أصبح لك. أنت بتعرف إني عملت هيك عشان أهلي، عشان أسكتهم. بتعرف إنها مش راح تزبط معها بالآخر، راح أتركها. مستحيل أتركك، مستحيل أتركك سلام. عن الفحوصات، بس الدكتورة حابة تشوفك. جايين ان شاء الله نطلب ايد بنتك دنيا لابننا عمار. نتمنى نلاقي القبول. احنا والله بنتشرف فيكم وما في عنا اي مانع. حياكم الله. يبقى نقرا الفاتحه على بركه الله. مبروك مبروك يا ابو الوليد. الله يبارك فيك. مبروك.